أهلا بكم. لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قلوب أبنائه محبة كبيرة، ليس لأنه ابن الأب المؤسس فقط، بل لأنه قاد سفينة الوطن إلى شواطئ الريادة. حمد ياسين يتحدث عن إنجازات القائد في التقرير التالي. ما إن شاء الله بنقوم من هنا نقدر نقوم. هو وعد صادق من رجل المواقف الراسخة، من شخصية كالجبال شامخة في حضورها، هادئة كسحائب الخير المثقلة بالتواضع. كذلك هو خليفة زايد، وما أحب خليفة في قلوب أبنائه، فأبا سلطان في عيونهم بحر عطاء ونهر وفاء، وهامة سامقة ينحني أمام هيبتها الكبرياء. هو خليفة الذي أخذ من مدرسة زايد بأن كل فرد على ثرى الوطن الطاهر هو ابن للقائد. هو خليفة الذي تعلم بأن الأوطان لا يقوى لها ساعد ولا بنيان إلا ببناء الإنسان. تولى دفة القيادة فغدت الإمارات كسفينة مجد تمخر عباب الصعاب نحو شواطئ الريادة، تسلمها بإحساس القائد وبروح المسؤولية التاريخية تجاه الوطن. فمثلما أسس زايد من أجلنا، ها هو خليفة يبني أركان مستقبل زاهر للأجيال القادمة بهمة تشهد لها خيوط الشمس المشرقة كل صباح. فكان الاهتمام بالتعليم والصحة وغيرها من المشاريع التي جعلت من ابن الإمارات في الطليعة دائما. وفي عهده طرقت الإمارات أبواب التمكين، وذلك استكمالا لمرحلة التأسيس والمنجزات التي بدأها الأب المؤسس. فكان ارتقاء السلم بخطوات ثابتة ومدروسة تنسجم مع طبيعة مجتمع الإمارات وخصوصيته. ليس بغريب أن تشهد حتى عوامل الطبيعة لخليفة بن زايد، فأمواج الخليج تتباهى عند إقبالها وانحسارها بأن أكبر مرافئها هو ميناء خليفة. والأجمل ذلك الحديث العفوي المسترسل بين السماء والسحب عن أطول بناء عمره الإنسان. أفق الخير في قاموس وطني وقائدي عامر كالمحيط، فهل هناك أسمى من أن تتجسد أحلام الشباب إلى مشاريع عملاقة على أرض الواقع؟ هنا تعزف القلوب ألحان الامتنان إلى خليفة بن زايد. كيف لا يكون ذلك وهو من أعاد الابتسامة إلى تجاعيد أب مسن وأم مسنة فرحا بعودة أبنائهم من خلف القضبان بعد قرار تسييب مديونياتهم؟ كيف لا يكون ذلك الامتنان وأياديه البيضاء هي من نثرت الاستقرار في قلوب بناته المواطنات بالقرار القاضي بتجنيس أبنائهن عند بلوغهم السن القانوني؟ نعم، أفق الخير في قاموس وطني وقائدي لا يعترف بنطاق الجغرافيا، فمتى ما صرخ أي جزء من جسد العالم لبت النداء إحدى القوى الخيرة في العالم هي الإمارات بقيادة خليفة. ذلك العمل الدؤوب لم يثني القائد عن متابعة أبنائه، فمتى ما حالت لحظة الإنجاز ترى ذلك الاحتواء الأبوي وتلك الأيادي البيضاء التي تربت على أكتافهم بمشاعر الفخر. أما أنت فلك تحية معطرة بالود أيها الرابض في قلب الجزيرة، تحية إكبار إلى برجك الأثري وإلى أقواسك وقبابك. فمن باحتك خرج زايد إلى الأمم، وفي باحتك تردد قائد تعلى القمم، وفي باحتك نحتفل اليوم بتاريخنا العريق. لذا دعنا أيها الحصن الأمين أن نكلل رأسك بأطواق الياسمين، فمن زواياك انطلق الخير كابتسامة منيرة ليعم أرجاء الوطن من السلع إلى الفجيرة. أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات
وأريد أكد أن الإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. حفظ الله الإمارات وقادتها الكرام.